مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. سريعا، صفقة افتراضية جديدة تعتبر إضافة لمراكز افتراضية مفتوحة في السابق في سهم بيت فاربس. نلاحظ أن السهم تمكن من الحفاظ على القيعان وارتد منها للأعلى من عند مستويات 66 سنت، بينما تمكن أخيرا من تجاوز المقاومة والارتكاز فوق منها عند $1.16. ولقد كان لنا دخولا افتراضيا سابقا حول تلك المستويات بعد الكسر الناجح للأعلى. ثبات السهم بضعة أسابيع فوق المستوى المكسور يجعله يتغير وظيفيا من مقاومة إلى دعم، بمستهدفات حول أقرب مقاومة أسبوعية حول مناطق $1.70، بينما انخفضت المخاطرة وأصبحت متوسطة بدلا مما كانت عليه في السابق عندما كانت مرتفعة، بما يسمح بإضافة تداول ورقي بكاش افتراضي بمقدار 2% بدلا مما كان 1%. تعالوا مع بعض نفعل هذه الإضافة. باي، طيب 2% من الكاش الافتراضي معناها ان احنا هنقسم $2000 على تمن السهم حول مناطق اظن $1.29. يبقى هنقسم $2000 على $1.29 يساوي حوالي 1550 سهم. طيب جني الأرباح حول $1.70. الحماية بعيد بعيد جدا في الوقت الحالي تحت الدولار، خلينا نقول 95 سنت. تنفيذ بسعر السوق. بيغيروا حاجات كتير قوي يا اخي في تريدنج فيو كل حين واخر، وكتير يعني سريعا. طيب على كل حال كده تم تفعيل اضافة المركز الثاني في سهم بيت فارم. هو المركز الاول كان وما زال كسبان، ونحن في انتظار مواصلة السهم رحلة الصعود والحفاظ على مناطق $1.16 كدعم. واظن يجدر بنا تحريك صمام الامل لاعلى قليلا. خلينا نشوف ختام الأسبوع اللي هو الحالي بكتير نص ساعة، وافتتاح الأسبوع القادم بعدها نقرر إذا ما كان يجب تحريك صمام الأمان أم لا. طبيعي وبديهي ومنطقي سوف أقوم بإضافة هذه الصفقة الافتراضية في جريدة المتاجر، لكن طبعا مش هطول عليكم، أنا هكتبها هنا لكن بعد ما أقفل الفيديو. بالتوفيق إن شاء الله.